بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 28 من سلسله شرح برنامج المايكروسوفت وورد. وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الرسوم ثلاثيه الابعاد من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. علشان ندرج رسمه ثلاثيه الابعاد او رسمه 3D داخل برنامج المايكروسوفت وورد، هدخل على قائمه انسيرت. من خلال انسيرت هاخد 3D الواجهة دي. هتقدر تستخدمها في حاجتين، الحاجة الأولى هي الوصول لرسومات ثلاثية الأبعاد المثبتة على جهازك، الحاجة الثانية هي الوصول إلى إمكانية البحث عن بعض الأشكال على الإنترنت. طيب علشان أنا أدرك دلوقتي شكل من الأشكال، تقدر بأنك تدخل على الشكل اللي انت عايزه، بعد كده تقدر تدرج اي شكل من الاشكال اللي انت عايزها، وبعد كده هتعمل لها insert. دلوقتي لو تلاحظ هتلاقي بأن في شكل دائري داخل الرسمة بتاعتنا. علشان نكون شايفينها بوضوح هنكبر الرسمة. دلوقتي الشكل الدائري ده من خلاله تقدر تفعل التحكم في الرسمة ثلاثية الأبعاد اللي موجودة عندك. على سبيل المثال أنا هضغط على الشكل ده وهبدأ بأني أحرك الرسمة بتاعتي علشان أحطها على الوضع اللي أنا عايزه، ايا كان الشكل اللي انا عايزه. مجرد ما تضغط بره هتبقى هنا الصورة ثبتت على المكان اللي انت عايزه. طبعا هو بيعرض لك مجموعة من الرسومات اللي انت ممكن انك تاخدها وتدرجها، او بعض الاشكال او بعض الصور اللي موجودة لنفس الشكل اللي انت ادركته. ازاي تقدر تعرض الشكل ده من زوايا مختلفة علشان توفر وقتك. على سبيل المثال لو انا خدت الزاوية ديت هتلاحظ بانه غير الزاوية بتاعت الشكل، ولكن تقدر برضو تتدخل وتغير الشكل زي ما انت عايز. طيب انا دلوقتي همسح الشكل وبعد كده ادرك شكل تاني. من خلال قائمة ستارت انا هدخل على أشكال الـ 3D مرة تانية علشان أدرج شكل مختلف. دلوقتي هنلاحظ بأنه في علامة عندك بتظهر في بعض الأشكال، على مثلا على سبيل المثال الشكل ده. الأشكال ديت بيقولك بأن الرسومات الـ 3D اللي موجود داخل الحاجات ديت رسومات متحركة. على سبيل المثال أنا هدخل جوه المجموعة الأولى، ولنفرض ان انا هختار الشكل ده، هعمل ادراج. لاحظ دلوقتي بان الشكل اللي موجود قدامك هو شكل متحرك، ما هوش شكل ثابت، وتقدر برضو تغير في الزاوية بتاعته علشان تستخدمها بالشكل اللي انت شايفه مناسب. دلوقتي تقدر تختار مشهد من المشاهد ديت عشان تاخد زاوية ثابتة او زاوية جانبية من الشكل. طيب تقدر تغير برضو المشهد بتاعها. على سبيل المثال في بعض الأشكال المتحركة بيبقى فيها أكتر من مشهد. على سبيل المثال ده الشكل ده، لو أنا قلت المشهد التاني هو جابها لك وهي ثابتة ولكن بتتحرك حركة بسيطة، لو أنا جبت المشهد التالت هتلاقي حركة مختلفة تماما. ايا كان المشهد اللي انت عايزه ده بيندرج على ايه الهدف اللي انت بتستخدم فيه الرسمة ديت، حرية شخصية ليك. بقية الاعدادات هي نفس الاعدادات بالظبط اللي انت بتستخدمها اثناء اعداد الصور. تقدر برضو بانك من خلال ادراج رسمة ثلاثية الابعاد بانك تقدر تبحث على الانترنت عن رسمة. لنفرض مثلا ان انا عايزه يدور لي على صورة طيارة حربية،
انا هبدأ ان اكتب له فايتر جيت، بعد كده هضغط انتر، هيبدأ بقى انه يبحث لي عن كل ما يخص الكلمة بتاعتي. انا على سبيل المثال هاخد الصورة الاولى واعمل لها ادراج، دلوقتي هو ادرج لي الصورة، اقدر اني اكبر حجمها. انا دلوقتي اقدر ادخل واعدل في المشهد ده بالشكل اللي انا عايزه. على سبيل المثال هقدر بقى اني احرك الطيارة في الزاوية اللي انا عايزها، بعد كده احتفظ بيها كاملة. طيب في حاجة هنا لازم تنتبه ليها لما تيجي تقوم بنسخ الاشكال ثلاثية الابعاد، بانها اثناء النسخ ممكن تتحول الى صورة. انا على سبيل المثال هاخد الشكل ده نسخ عن طريق كنترول سي او عن طريق كليك يمين وكوبي، بعد كده هاجي في مساحة فاضية. لو انا عملته له كنترول في هيعمله لي شكل ثلاثي الابعاد زي ما كان. طب لو انا عملته له كليك يمين واخترت باني اعمله له لصق كصورة، في الحالة ديت هو هيتعامل معاك كصورة. لو انا استخدمت الاولانية هيتعامل معاك كشكل 3 دي بنفس الوضع بتاعها، ولكن لو انا اخدتها بوضع الصورة هتلاقيها معمولة كصورة. على سبيل المثال الشكل ده كده، لو حضراتكم هتلاحظوا هنحدد الشكل هتلاقي بأن الشكل محدد بشكل طبيعي، ولكن مفيش علامة ال 3 دي عليه، بأنك ما تقدرش تغير في وضعية الطيارة مثلا في الشكل ده أو في وضعية الشكل اللي أنت أدركته. أصبح الشكل ده ثابت، ولكن الشكل الأصلي لا يزال بتظهر عليه علامة ال 3 دي لما بتيجي تحط المؤشر عليه. طيب ليه الكلام ده؟ لأن أنت لما جيت لزقت الشكل اللي فوق لزقته كصورة، وبالتالي هتنتبه بأنك إزاي تقدر تثبت الشكل ده أو تحوله كصورة، أو إنك لو أنت عايز تحافظ عليه ك3 دي ما تعملهوش لصق كصورة. بكده نكون ذكرنا كل ما يخص الأشكال ثلاثية الأبعاد أو الأشكال الثري دي على برنامج المايكروسوفت وورد. شكرا لحضراتكم، ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.